خليفة، من ناحية تانية ازاي بقى الاهلي يستغل الشكل او البنى بتاع الترجي دوت، وزي بيقولوا كده ايه، يردها لهم بهجمة او يردها لهم ان شاء الله بهدف، ازاي يستغل دوت باخطاء من الترجي؟ انا بشوف ان الشناوي اتكلم جميل جدا على استفزاز الخصم عشان يلعب الكرة الطويلة في ظهر الخصم، في ظهر خط الضغط الاول. انت سألتني سؤال جميل جدا عن مباراة الزمالك. ايوة. الزمالك ممكن سجل هدفين فيهم عيوب كبير جدا كتير واضحة في دفاع الترجي ومتكررة، رغم ان ياسين مرياح اسم كبير ولعب مع منتخب تونس مباراة جيدة في كاس العالم، بس منتخب تونس ما كانش بيطارد النتيجة بشكل كبير وما كانش بيفتح خطوطه. فمرياح وتوجاي اما الفريق بيلعب زي ما قلت كده مش بيطارد النتيجه وبيستقبل لعب بيبقوا كويسين، ولكن في المراحل اللي هي بنى اللعب والحاجات دي كلها ممكن عندهم مزايا في استفزاز الخصم ويلعب الكره في ظهره. الزمالك في المباراه اللي كسب فيها الترجي كان عامل حاجه كويسه جدا، كان محافظ على تقارب الخطوط، اما كان بيضغط كان الدفاع بيزق ورا خط الضغط الاول فما كانش بيسيب الجاب دي، فساعد الزمالك ان هو ياخد كثير من الكور يمكن في بدايه اللقاء اللي سجل منها الهدف الاول. ودي انت لو ضغطت على الترجي وما سمحتش بالمساحه اللي تلعب فيها الكره الطويله بين الخطوط وقربت خطوطك، في بقى انت كنت بتقول دلوقتي انه حاطط فوسيني كوليبالي والشعلاني كطعم عشان يسلم. في اوقات بقى لو انت مقدم الدفاع هيستلموا غصب عنهم، والاثنين طبعا دلوقتي الشعلاني مصاب، فوسيني كوليبالي بشكل كبير عنده مشاكل بسبب السن في حته انه ياخد الكوره ويلف بيها والحاجات دي وبتتقطع كتير وبتمثل خطوره. تعال نشوف من ماتش الزمالك الهدف الاول جه ازاي، وكان قبليه كذا محاوله للضغط، الزمالك ضغط عالي وخد الكوره في وسط ملعب الترجي وعمل التحول السريع اللي تسبب في الهدف الاول. دي كانت الكوره شكلها مريح جدا جدا جدا. لو نفتكر بقى في ماتش الزمالك كان دفاع الزمالك بيجي ورا، الزمالك لعب بكتله متماسكه، فالكوره دي اما اتمرنت هنا للشعلاني الزمالك سيف جعفر قطعها وراحت جون. هات اللقطه اللي بعديها سيف قطع الكوره، الهجمه اللي بعديها هي دي الهجمه اللي كملت راحت ناحيه الشمال وبعد كده راحت لزيزو اللي صنع منها الهدف الاول. ده كان الموقف الهجومي المميز اللي الزمالك خده في الدقيقه 7 وكان قبليه كوره في الدقيقه 2. طب ده بيحصل بعد كده يعني بعد ماتش الزمالك حصل كتير. تعال نبص على شبيبة القبائل في لقاء ضد الترجي في لقاء الذهاب. هنا اهو هنا هيمر لفوسيني كليبالي، هات اللقطه فوسيني كليبالي اللي واقف هنا مع وسط دفاع وسط خط ضغط شبيبة القبائل، الكره دي اتقطعت وعملت خطوره ولكن فوسيني كليبالي قدر يرجعها تاني. ولكن انا بكلمك ان انت تقدر تقطع الكوره في مناطق مميزه جدا لو انت عارف تضغط بخط دفاعك، تضغط الترجي مش مديله المساحه ان يلعب فيها الكره الطويله، فتقدر في الحاله دي تجبر مدافعين الترجي اللي بيتاخروا كتير في التمريره وتقطع منهم كوره في اماكن مميزه. حاله ثالثه في اخر يعني اخر مباريات لعبها الترجي اللي هي ضد الصفاقسي كان معز بن شريفيه هنا، بص معز هنا الكوره هنا كانت في منطقه المفروض مريحه، اتاخر بص هنا اتاخر قد ايه، بص الفريم اللي بعده اتاخر اتضغط عليه الكره دي اتقطعت راحت وعملت هجمه، كمل بعديها اتقطعت على طول في منطقه خطيره جدا واتعملت هجمه. فالقصد هنا ان الترجي كمدافعين لو انت ما اديتلوش المساحه اللي يلعب فيها الكره الطويله ورا خطوطك وحافظت على تماسك خطوطك، لا بيبقى عنده مشكله ان ما بيمرر في قلب الملعب في فترة جدا انت تقطع الكورة. واعتقد الاهلي من الفرق اللي بتعرف تقطع الكورة في نص ملعب الخصم ويقدر يطبق دي على الترجي، وخصوصا لو الترجي زي ما بقول انت مش سامح له بمساحة في خط ظهر عشان تلعب الكورة الطويلة. الحتة التانية اللي فيها مشكلة برضو نفتكر الجون التاني اللي الزمالك سجله ازاي في الترجي، انا اتكلم هنا على قلبين الدفاع بقى لو هما مش بيطارد النتيجه وبيهاجم، قلبين الدفاع عندهم بطء مع الكرات الطويله، على فكره هم مميزين جدا لو انت بتدافع اطوال واجسام، ولكن لو انت بتلعب كره طويله في ظهرهم وفي مهاجم سريع، خلي بالك الاهلي سواء هيلعب محمد شريف او سواء كهربا الاثنين بيتميزوا بالسرعه والخفه اللي يقدر يكلفت. ده الجون التاني اللي الزمالك سجله من ضربه جزاء، كره طويله عاديه جدا من محمد صبحي، أخطأ هنا ياسين مرياح في التعامل مع الكورة، خد منها سيف الجزيري ضربة جزاء. طب ده حدث أي فريق في العالم ممكن يستقبل هدف من كورة زي كده؟ لا، أنا بقول لك إن ده حدث بيتكرر جدا. تعال شوف ده في ماتش شبيبة القبائل، بص قد إيه الكورة كانت بسيطة جدا، لعيب شبيبة القبائل بيرفع منين؟ بيرفع من مساحة سهلة جدا في الملعب، بص الكورة وهي رايحة هتبقى سهلة إزاي؟ كمل الصورة اللي بعديها، بص الكورة دي سهلة جدا لأي مدافع، الكورة دي راحت لعيب الترجي اخطا في تشتيتها وراحت وراه للعيب شبيبه القبائل اللي عمل منها خطوره، الكره دي رجعت شوف لعيبه شباب القبائل استلم في المساحه عامله ازاي، الكره راحت هنا للاعب ومعتز بن شريفيه انقذها.
هات لي حاله تانية من مباراه الصفاقسي. وخلي بالك في مباراه الصفاقسي، الصفاقسي كان عنده اثنين سرعة جدا، اسماعيل ادي كتير ده لاعب موريتاني ومحمد كانتي لاعب غيني. كابتن حسين البدري ارهقهم جدا باللعب الطويل بعد تسجيل الهدف. على فكره في فرص كتير جدا للصفاقسي، الصفاقسي ما تفوقش بس على الترجي واحد صح. لا ده تفوق لعبا ونتيجه وضيع كتير. أيوة. بص الكره دي بتتلعب من مساحه عامله ازاي يا كريم؟ انت بتتكلم في مساحه ميته ما تمثلش اي خطوره، ورغم الكره دي ما هي ملعوبه طويله، بص هتتسبب كان ممكن لو الحكم حازم شويه يطرد محمد بن علي. هنا الكره بص هنا لعيب لعيب الصفاقسي اللي هو اسماعيل ديكاتيه فين؟ بص فين؟ ومدافعين الترجي فين؟ ورغم كده هات اللقطه اللي بعدها الفريم اللي بعده كان سابق محمد بن علي وكان ممكن السبب في طرده. هات الفريم اللي بعده الكره رغم انها في حوزه محمد بن علي اتعامل معاه، الكره دي كان الحكم اداله انذار وكان رحيم جدا بيه. فانت عندك قلوب دفاع لو انت لعبت كور طويله ومهاجمين الاهلي بيتميزوا بالسرعه. وخلي بالك في زود عليهم بقى من مشاكل الترجي انه معز بن شريفيه، وخلينا نقول برضو ان معز بن شريفيه حارس جيد ولكن لم يتم اختياره من ضمن الاربع حراس اللي لعبوا في تونس في كاس العالم. صحيح. ده حماد اللي لعب اساسي، الاربعه ما كانش من ضمنهم معز بن شريفيه. والترجي دايما من الفرق خبرات كبيره بيبقى معز بن شريفيه خبرات كبيره، ولكن خلينا نقول ان الترجي عنده قوه اعلاميه مناصره. فما انت تبقى جون الترجي اللي عندك الاعلام بيصندك وجماهيريه كبيره وما انتش قادر تفرض نفسك ضمن الاربعه الحراس مرمى تونس في كاس العالم، يعني انا اعتقد ممكن تكون دي اول مره ما يبقاش في حارس من الترجي ضمن الحراس يعني. صحيح. فما بالك بقى بالبديل بتاعه اللي بيلعب اللي هو صدقي الدبشي، فاكيد حارس خبراته اقل، وزي ما بنقول كده ايه بديل معز بن شريفيه اللي هو حارس جيد ولكن خلينا نحطه في اطار متوسط طبعا. فما بالك بقى بالبديل اللي صدقي الدبشي، فانا اعتقد ان خروج الكوره من تحت هتمثل مشكله. التسديدات الاهلي لازم يحاول كتير في ماتش الذهاب، وخصوصا يستغل حته زي ما قلنا حارس مرمى بديل لمعز بن شريفيه، مع زي ما قلنا في تميز في المدافعين ممكن في كره ثابته متميزين، ولما بيدافعوا بيبقوا متميزين، ولكن لو انت فريق الترجي بيهاجم وانت عملت كور طويله في ظهرهم ممكن جدا 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 الاهلي يأذي الترجي عن الطريق. الله ينور عليك حبيبك، الله يفتح عليك حبيبي.